كشابه تونسيه كمراه تونسيه باش تمشي تنتخب باش تمشي تعطي صوتك؟ اي ساعه على السلامه. وكمرأة تونسية وكشابة تونسية وزادة كطالبة عندي الحق وباش نمشي ننتخب والانتخابات حق على الناس الكليكية ولازم المواطن واجب عليه انه ينتخب رئيس بلاده واللي هو مش يكون كما نقولوا احنا المصير متاع المصير متاع البلاد وباش يقودها. إذا كما نعرفوا أنه القائمة متاع المترشحين فيها ثلاثة أسماء، نحكيوا على قيس سعيد، نحكيوا على زهير المغزاوي، ونحكيوا على عياشي زمان. طبعا خلينا نسألوك في الثلاثة أسامي ثم شكون يمثلك؟ مثلني أي الحقيقة قيس سعيد حسب ما شفت أني وحسب ما عندي شوية مع السياسة الحقيقة ما عنديش برشا معناتها أكيد معناتها ثم حاجات تخليك أنك تعطيه الثقة تجدد الثقة ثم برشا حاجات أنها تخليني إنسان الإنسان هاك وكشخصية رئاسية وكشخصية سياسية أني ننتخبه للرئاسة وأنه يكون قائد البلاد هذه اللي هي ثم تحسنات في الاقتصاد ثم شوية في تأسيس بعض تأسيس وتقديم بعض المشاريع لتونس الموجودة في بعض الولايات العالم من ذكرها وحسب ما معناها حسب ما شفت زادة في الأعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو كيفاش قاعد يطلع في الحاجات السلبية وفي اللي تحته الكليكية شكون اللي يخدم بضمير شكون ما يخدمش بضمير وشكون اللي قاعد يقدم للبلاد هذه في بلوس شكون لي وقاعد يطلع بارشة انه منك الفساد والعنف والقضايا هذه كي وقاعد يصلح فيها بشوية بشوية وكاو حسام انجنيرال هاي دونك اذا معناتها هذه الحاجات اللي خلاتك انك تعطي صوتك باش تعطي طبعا صوتك لرئيس الجمهورية ايوه زاد هو كشخصية انه عنده مع السياسة صحيح وعنده مع الاقتصاد زاد شوية وكل شيء صحيح تو بدي يفيق بالتفكير متاع التونسي عقلية التونسي كيفاش يخمم كيفاش اللي يخدموا تحته الكل اللي كي كيفاش يخمم شكون اللي يخدم بحق وشكون اللي يخدم لا شكون اللي تبع في الضوابط والقواعد وشكون لا وشكون زادك اللي زاد وحاجة أخرى بلوس أخرى انه برشا اللي يفيق بيهم اللي هما ما كانش انه خايف من اي حتى انسان معناها نحيهم وكل شيء يعني تم المحاسبه وشخصيته كانسان انه عنده ثقه في روحه اي ذي شفتها في برشا حاجات وعنده ثقه في روحه ويقدم ما يخافش وزاد انه يعتمد برشا 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 اللي هي اهم حاجه واساس حاجه بالنسبه للانسان وبالنسبه للقائد نتاع دوله وبالنسبه لاي انسان في الحياه هذه انه يقارن الحياه الاجتماعيه وحياته هذه باسس وقواعد الدين هذه هي اهم حاجه دونك هذوما معناتها الحاجات اللي خلاتك تمشي تنتخب وباش تعطي صوتك لحقيقه زيد حاجه اخرى ريت المترشحين الاخرين ما عنديش عليهم فكره عندي فكره على الانسان هذا بما انه هو عنده 5 سنين هاي عنده 5 سنين من اللي حاكم معناها رئيس الدوله وزيد عندي معناها نشوف فيه شنو في الشيء قاعد يعمل وكل شيء شوي على التواصل الاجتماعي هاك علاش عطيت رايي في الانسان هذا اما الاخرين معناها الزوز مش معروفين صحيح نسمع بهم وكل شيء اما ما عنديش اطلاع كبير عليهم هاك علاش ما عطيتش رايي باش نكون صريحه اذا دونك الساعه خلينا نسالوك انت كشابه تونسيه شنو المطالب وشنو الملفات وشنو الاولويات اللي يلزمها تكون موجوده على طاوله الرئيس القادم ويلزم معناتها يبدا بها هي ويلزم ينظر لها واضح اني كشابه تونسيه معناها تقول انت شنو لازم ياسس الدوله مستقبلا وشنو لازم يكون الاجراء المحطوط للدوله اول حاجه لازم يبدا لازم الاقتصاد نتاعنا يعرف كيفاش يقدم في الاقتصاد يعرف كيفاش ينمي معناها كيفاش ينميه يعرف شنو ما ضوابط شنو ما القواعد اللي يحطهم شنو ما اللي
شنو ما الشركات اللي لازمها تكون على واجهة الأرض هذه، ولازم أي حاجة تكون تابعة للدولة مش برشا خواصة مثل من برا في أي دومين تو قاعدة نشوف فيه أني أبسط الحاجات، أبسط الحاجات قاعدة نشوفها داخلين فيها خواصة وكذا وكذا وكذا، والدولة قاعدة تجبد في روحها بشوية بشوية. هكوما هذه حاجة معناها مش باهية. وشنو الآخر؟ أي بالنسبة للشباب اي صحيح، زاده في مستوى التعليم، في مستوى اللي تخرجوا ثم الانتدابات هيك، خاصه الانتدابات اللي هي قاعده ناقصه برشا 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 برشا، ما همش قاعدين ينتدبوا قديش من عام. صحيح بعض المجالات قاعدين يدخلوا معناها قاعدين يخدموا كل شيء، حلوا المجال هذا كاي الانتدابات، عملوا دي كونكور في مثل في المجالات الكليكية الوظيفيه والتعليميه الكليكية، المجالات الكليكية اي مجال، خاطر المجالات الكليكية خرج منها برشا شبان من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حلو المجال هذا كاي، هذيك لازمها تكون بلوس في الحاجة، معناها هذيك هي أهم حاجة. الدولة بشوية بشوية تقدم، وزادة تأسيس معناها تأسيس برشا حاجات جديدة كيما نقولوا احنا، ما نعرفش يعني في الطب في التعليم في معناها حاجات تكون انه الشباب هكا يخدم فيها، والا لما تخرج يلقى وين يخدم. اي 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 خاصه خريجي جامعات، والا اي بالطبيعه بالنسبه اني طالبه زاده، وزاده حتى المتخرجين من التكوين وكل شيء يلقاو الفرصه نتاعهم وين يخدموا الكل، كيك تكون ثم بلوس البلاد هذه. وزاده حاجه اخرى انه الانفتاح على الغرب وكل شيء يكون زاده هكا اكثر بلوس. صحيح كي نتعاملوا معاهم مع شركات وكل شيء ما نخليهمش هما يفرضوا رايهم علينا، احنا نفرضوا عليهم راينا ونفرضوا عليهم اقتراحنا. اي وتكون الكفاءات معناها بتبيع الكفاءات عندنا وكل شيء، احنا نكون الاساس نتاعنا هو من عندنا الفكره، وهما يكونوا صحيح معنا مشتركين معنا، اما احنا اللي نضيفوا كل شيء باش هما ما يكونوش الغالبي علينا. تقييمك عموما للوضع في البلاد بعد الثوره نحكي، ومعناتها السنوات هذوما كل معناتها يعني شفنا جزء من الشعب التونسي وخاصه الفئه الشبابيه يائسه، معناتها ما عادش عندها امل في الحياه، ما عادش عندها ثقه في الدوله. انت شنو رايك؟ شنو رايي؟ الامل موجود، التفاؤل موجود عموما؟ عموما لا الحقيقه، نسبه مش بنسبه قليله فما كيما ما نعرفش اني ممكن شويه ثم تفاؤل. هي قال لك ربي تفائلوا خيرا تجدوه، الحقيقه هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه ساعات العبد يئس مثلك، يبدا يجري على حاجه ولا يحب يقدم في حاجه ولا اي حاجه مثل تلقاها مثل ما مش موجوده، ولا قل ثم برشا شباب مثلك تخرج ولا اي حاجه يلقى البلوس في خدمته في كل شيء يلقاه لبرا، كيفي اني كيما برشا يمثلوني ايواش في بلاد ولا بوب مسكر هاك. علاش كيما بكري كي حكيت انه لازم يعملوا دي كونكور، لازم ياسسوا حاجات جديده، لازم يطوروا في اي مؤسسه في اي بحث علمي كان هكا باش يكون بلوس للطالب وكل شيء، باش ينجم للطالب انه كي يتخرج ويخدم بلاده ويقدم هو ويقدم بلاده. وانت طالبه تقرا كي تشوف العدد نتاع خريجي الجامعات واصحاب الشهادة العليا وشنو قاعدين يعانيوا والاحتجاجات اللي يعملوا فيها من اجل انهم يتحصلوا على شغل، تخاف من المستقبل نتاعك تكون نقرا ومن بعد نبقى ملوحه، نبقى البطاله ما نلقاش خدمه، ولا كمام تقرا وتكمل ومن بعد يحلها ربي؟ لا نكمل ونقرا ومن بعد يحلها ربي. ليه مش كيك نكمل ونقرا معناها بليس مع هذيك اني نلوج ونشوف، ولازم نفرض روحي، نفرض وجودي في البلاد هذه، ولازم نكون نلقى بلاصتي في خدمتي، معناها نلقى بلاصه في الخدمه نتاعي اني اللي تخرجت بها وكل شيء. وكيك صحيح العبد ديما يشوف انه ديما محلول البيبان انك باش تخرج لبرا وتقدم كل شيء، اما كي تكون زاده في بلادك وموجود البلاصه نتاعك راهو تكون خير بألف مره، انت كانسان تكون مرتاح وتقدم وتحقق برشا حاجات وتكون زاده بلوس للبلاد هذه كيفاش تقدم بها. وبالنسبه كما قلت لي انت بالنسبه للي يعملوا في الاحتجاجات هاكم صحيح عندهم الحق ومتخرجين عندهم برشا وكل شيء، مش نعطي رأيي يعني. صحيح اللي يحب على حاجة لازم
صحيح في البلاد هذه ما عادش اي انسان تجي حاجه ليدو الا هاو قدم الدوسي نتاعك في بيرو الشغل وكل شيء تو تجيك بلاصتك. لا لازمك انت تقدم ولازمك انت تجري ولازمك تشوف ولازمك تعرف برشا حاجات باش انت تفرض روحك راهو في الحاجات. وهذه حاجه سلبيه انها البلاد وزاد هذه ننظر منها انهم لازم يحطوها في معناها يحطوها حاجه انهم ما ينسوش العباد اللي تخرجوا والعباد اللي لازمها تخدم وكل شيء لازمهم معناها مش خليني خليوهم يعملوا احتجاجات ويعملوا اضرابات وكل شيء. لازم يناديوهم لازم يعملوا اي اهتمام احاطه مثل انسان عنده متخرج 10 سنين يعودوا له مثل فورماسيون تاع التكوين نتاعو شهرين في اي مجال في اي مجال. عموما باش نحكيو ايضا شفنا ظاهره معناتها بعد الثوره طبعا باش نحكيو على الهجره في اطار قانوني وباش نحكيو ايضا على الحرقه اليوم قاعدين نشوفوا معناتها الهجره دي من جانبين وخاصه ديما نحكيو على الشباب. انت كشابه تونسيه وطالبه ما زالت معناتها احلامك متواصله وما زال الطريق قدامك تخمم انك تهاجر نحكيو خاصه بطريقه قانونيه لو توفرت الامكانيات ولا لا لو توفرت الامكانيات معناها تقول انت لو توفرت الامكانيات اني كيكون كيكون اني العمل نتاعي موجود صحيح هو موجود البرا كل شيء امام كيكون في البلاد لهني كي ما لقيتش حل بعد ما اني نعمل السبل الكل ونعمل الطرق الكل كي اني باش نلقى بلاصتي في البلاد هذه ونفرض روحي نفرض وجودي فهمت هكا. وكان يعني الهجره تكون اخر حل اي اخر حل بعد انك ما تلقاش بلاصتك كل شيء نهاجر وبامور قانونيه نهاجر وعادي ما يعمل حتى شيء ما بالعكس تكون لي اما ممكن زاد نهاجر في دراسه اي علاش ليه وبعد نرجع نخدم لهنيكية ونشوف غادي شفم وما فماش والقواعد وكل شيء ونرجع نوظفها في بلادي علاش ليه كيما زاد نهاجر باش نخدم اي كيما قلت لك انه ثم حاجات قلت عليهم انهم لازم يكونوا كان هاكم يكونوا معناه يكون سبيل وطرق وحل لاي انسان متخرج الوقت هذا.